السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير، وحشتوني كتير. النهاردة أنا راجعة لكم بعد ما كنت واخدة دور كده برد، تعبانة شوية فغبت عليكم. الحمد لله. النهاردة بقى هنعمل مع بعض خبز يعني زي الفينو كده، ومكوناته سهلة وسريعة، وإن شاء الله نعمله ويطلع حلو معاكم. اول حاجة هنحتاج 3 بيضات. انا هحط ال3 بيضات بس هاخد صفار بيضة عشان ادهن بيها الوش. يبقى هنحتاج 3 بيضات، هناخد معانا 100 جرام من دقيق اللوز او كوباية المعيارية بتبقى حوالي 100 جرام. هناخد معلقتين زي ما احنا شايفين ده سمسم، ومعلقتين ده بذر الكتان، ومعلقتين بذور الشيا. طب اللي ما عندهوش بذر الكتان يستغنى عنه، مفيش مشاكل. اللي ما عندوش بذور الشيا، يعني الحاجات دي ممكن تضيف فيها كلها، ممكن تضيف في نوعين براحتك خالص. انا كل ما بضيف دوت بيديني قيمة غذائية اعلى. تمام. معلقة صغيرة من بيكنج صودا، ومعلقتين هناخد كمان معانا معلقتين من قشور السيليوم. قشور السيليوم اللي بيسألني عليها، انا بجيبها من امتنان. العبوة ديت بتبقى ب105. تمام. كمان هيكون معانا رشة ملح، ومعلقتين زيت زيتون، ومعلقة خل عشان البيض. انا بكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. هنبتدي اول حاجة نعجن كل المواد الجافة مع بعض. هحط زي ما احنا شايفين، هاخد دي اللوز بالشكل ده، هضيف عليه كل المكونات الجافة دولي، معلقتين معلقتين من معلقة الطعام الأكل العادي بتاعنا، وهبتدي أقلب المكونات الجافة كلها مع بعض. طبعا احنا لسه هنحط كمان معلقتين من قشور السيليا، المعلقة المعيارية اللي هي جواها بالشكل ده اهي، معلقتين، يبقى كله معلقتين. تمام. قشور السيليوم وبذر الكتان، السمسم، بذور الشيا، وهقلب بقى المكونات كده الجافه مع بعض بالشكل ده، وبعدين ابتدي اضيف البيض. هحط بيضتين كاملين والتالتة هاخد بس منها الصفار واحط البيض. يعني هاخد الصفار اهو، وهخلي البيض، خدت الصفار اهو عشان هدهن بيه الوش، وبعدين هضيف اقلب كده. هنا احنا بنحتاج ميه، بس كمية مية يعني يدوبك ممكن معلقتين او 3 حسب ما العجينة بتحتاج منين. هضيف بقى الزيت، معلقتين من زيت الزيتون، معلقة ديت كله بنفس معيار المعلقة دي، ادي واحد. اللي عايز يحط ممكن زبدة، ممكن او سمنة، تمام، براحتنا خالص في المادة الدهنية. وكمان هحط معلقة خل بنفس المعيار، بس الخل هحط يعني مع نص معلقة، نقطتين بس من الخل كده بالشكل ده عشان زفارة البيض، وبتبقى حلوة جدا كمان الخل في المعجنات. وعايز اضيف بقى رشة ملح بالمرة، هاخد رشة ملح هبتدي اقلب بقى المكونات. يبقى اللي فاضل لي بس هو الميه. الميه احطها زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض اخر حاجه، عشان الميه انا هضيف حبه حبه عشان العجينه ما تسيلش مني وتبقى محتاجه ازود تاني دي اللوز. زي ما احنا شايفين كده، حط الميه دي ميه سخنه، معلقه 2، وهقلب. طبعا بذور الشيا هتبقى العجينه زي ما احنا شايفين كده طريه، بس احنا عارفين ان الميه مع بذور الشيا وقشور السيليوم بتعمل زي عمليه ايه، بتشرب الميه يعني، فما نقلقش خالص ان هي طريه كده.
لو سيبناها شوية هنلاقي كل العجينة ديت ابتدت تشرب المية. هسيبها كده حوالي 2 دقيقة 3 دقايق كده وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده، بصوا حبايبي، هي العجينة دلوقتي شايفينها ابتدت تلم ازاي الشكل ده. لما سيبناها حوالي 3 4 دقايق كده ابتدت تكون شربت المية. فانا لو حاسة ان هي طرية، بصوا هي بتلزق في ايدي شوية، فهاخد بس رشة من دقيق اللوز، رشة صغيرة كده، حاجة بسيطة، وابتدي اعجنها تاني عشان تكون بس ايه لما معايا ما تلزقش في ايدي. وهنبتدي نجيب كيس نايلون وهنفردها عليه ونعملها رول. هنشوفها مع بعض دلوقتي، شايفين لمت ازاي وبقت متماسكة اهي. تمام، انا بقى هبتدي اعملها بايدي لان هي ايه ابتدت دلوقتي تتلم معايا. هدهن بس ايدي من بره قليل من زيت الزيتون. هدهن ايدي كده اهي، نقطة زيت زيتون كده يعني في ايدي كده، عشان اقدر ان انا المها، بصوا، وما تلزقش خالص. يعني انا لو كنت في الاول، اول ما جيت حطيت وهي لسه كانت من غير ما ادهن زيت زيتون، كانت ايه بتلزق في ايدي. لكن مجرد ما ضفت الزيت، شايفين، بصوا العجينة على طول راحت لما معايا ازاي اهي. يبقى ناخد بالنا من التكة ديت. لو حسينا ان هي طرية هنحط رشة صغيرة، يعني اقل من معلقة من دقيق اللوز، وبعدين ادهن ايدي. شايفين، بصوا العجينة لمت ازاي معايا، شايفين اهي، ادهن ايدي بالزيت زي ما شفنا كده اهو، وبكده العجينة تبقى اتلمت معايا خالص. هبتدي بقى اجيب كيس النايلون بالشكل ده وهفرده، وهدهن بردك قليل من زيت الزيتون، نقطة صغيرة كده اهي كده، عشان العجينة بردك ما تلزقش مني بالشكل ده. وهجيب العجينة وهبتدي افردها. بصوا معايا، شايفينها بتتفرد ازاي عشان يجي فيها زيت. تمام، انا بقى هفردها واجيب كمان كيس كمان احسن اهو، عشان ابتدي افرد معايا. شايفين العجينه معايا بتتفرد حلوه ازاي اهي بالشكل ده. ممكن اجيب كمان نشابه ابتدي افردها عشان عايزاها رفيعه، لان انا دلوقتي هقطعها واعملها رول. وكده اكون فردتها خالص زي ما احنا شايفين، حلوه كده، سمكها مش عايزاه تخين. وهبتدي اشيل الكيس اللي فوق اهو بالشكل ده من على العجينه، وهقطعها زي مستطيلات، يعني بحيث ان انا اخليها، بصوا كده اهي، عشان اعملها رول. واضحه كده. وهبتدي اخد الخبز والفه كده، شايفينه اهو على شكل رول كده اهو. الشكل ده هقفلها كده اهي اهي، وهدخلها في صينية دهناها، حاطة فيها ورق الزبدة اهي بالشكل ده اهي، وهحط عليها بالشكل ده ورقة الزبدة، عليها نقطة زيت عشان ما يمسكش. وهعمله كده، هعمل كمان ورقة اهي، هبتدي الفها من الطرف على شكل رول المنظر ده اهي. ممكن اعملها كده بس اهي، عشان لو ما يبقاش تخين قوي اهي، واحطها في الصينيه. هبتدي اعمل الجزء الثاني. واضحه الفكره اهي. واقفله كده من الجناب. هكمل بقى انا بقيه الجزء اللي فاضل، هقسمه بردك على 2 هوريهولكم. وزي ما احنا شايفين كده حبايبي، ادي رولات العيش، شايفين معمول رول ازاي. هبتدي بقى اجيب الصفاري البيضة اللي احنا قلنا خليناها، هضيف عليها رشة نسكافيه اهو بلاك، رشة صغيرة، وهبتدي بقى اقلبه كويس اهو، شايفين،
عشان ادهن بيها الوش عشان تبقى لونه مصفر كده وحلو. ادهنها بس اخلطها كده كويس قوي مع بعض اهي بفرشه، وهبتدي ادهن الوش بالشكل ده عشان يبقى طالع وشه احمر وجميل. وممكن بقى اسيبه كده، اللي عايز يضيف عليه من فوق مثلا سمسم، حبة البركة، اي نوع زعتر مثلا بيحب، اي نوع بهارات انت بتحبيها عايزة ترشيها من فوق او تسيبيها كده، لان هو طبعا فيه من جوه بذور الشيا وفي سمسم، ده اختياري اللي هو عايز يعمله بقى يجملها براحته خالص. انا بقى هحط عليها من فوق كده، بحب جدا حبة البركة، هضيف كده اهي بصوا كده، وهضيف واحدة اتنين عليهم سمسم، وهسيب واحدة من غير اي حاجة خالص. سمسم اهي، سمسم الابيض، وادي واحدة بالشكل ده. طبعا انا مولعه الفرن على درجه حراره 200، هدخلها في الرف الوسطاني ونشوف هتاخد مع بعض وقت قد ايه، واوريها لكم بعد ما تستوي. وزي ما احنا شايفين حبايبي، ادي شكل الخبز بعد ما طلع من الفرن، شايفين ده طبعا هو لسه سخن. يفضل ان احنا اول ما يطلع بنحط نغطيه بفوطه تكون مندية شويه، يعني مبلوله شويه عشان ما ينشفش، ونشوفه دلوقتي مع بعض في طبق التقديم. وزي ما احنا شايفين كده حبايبي، ادي شكل العيش الفينو بعد ما سيبناه برد خالص. طبعا ناخد منه على قد ما احنا هناكل، والباقي بلفه في كيس صحي او علبة صحية، وبحطه في الفريزر وقت ما اكون عايزة اكل، بسخنه في الميكرويف. عايزة اوريكم بقى شكله وانا بفتحه من جوه اهو، شايفين حلو جدا وهش اهو. اتمنى ان انتوا تجربوه هيعجبكم، وما تنسونيش في تعليقاتكم الحلوه وكلمات الشكر اللي دايما بتبعتوها لي، والكلام اللي كله طاقه ايجابيه بتشجعني اكتر واكتر. ولاول مره يشوف القناه ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس، واللايك ما ننساش اللايك عشان الفيديو يترفع ويتشاف لاكبر عدد من حبايبي. واشوفكم بالف خير وسلامه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.